فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير اللطيف هو اسم من أسماء الله الحسنى ورد سبع مرات في القرآن الكريم ما معنى هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. اسم اللطيف أو معنى اللطيف يدور على أمرين الخفاء والدقة. يطلق على الشيء الخفي الذي يعني لا تراه الأبصار أو تبحث عنه بحثا عميقا حتى يرى. هذا الشيء يسمى لطيف. ايضا يطلق على الشيء الدقيق جدا يعني مثلا حتى في العلوم مثلا الذره كذا كذا هذه الامور الدقيقه يعني ممكن يطلق عليها انها اجسام لطيفه. آه. هذا الوصف يتناول المعاني ويتناول الاجسام. يعني احنا عندنا طبعا التقسيم المشهور يعني بين الماديات والروحانيات آه. او اللفظ والمعنى فدائما يعني الجسم هو الذي يمكن ان تراه او تلمسه او بالحواس طبعا لكن هناك موجودات اخرى هو المساله مش مساله اني موجود مادي وفقط في هذه الدنيا لا ما ليها. عندك الافكار الافكار دي ما موجودات هناك الشعور هناك الحب والكره كما هو معلوم ايضا المشاعر الاخرى الصفات الذميمه اين اين هي موجوده؟ يعني لا تستطيع ان تقول لا توجد صفات ذميمه. طبعا طب ما اثارها اثارها تنم عليها وتدل عليها الذي يحدث وهذا فاذا ليست الامور محسوسات وفقط وهذا هو الفرق بين الفلسفه الالهيه والفلسفه الماديه الحسيه الجسميه وتحتها مذاهب ومدارس كثيره جدا طبعا طبع. وايضا لكن في مقابله الفلسفه الالهيه او ما يسمونه بالالهيات يعني ابحاث الالهيات للاسف الشديد المذهب او المذهب الحسي او الفلسفه التجريبيه هي الفلسفه العلميه بين حسين اللي يتعامل مع الماده هي التي طغت الان واصبحت هي التي تحكم تفكير العلماء وتفكير حتى تفكير الادباء او انتاجهم او رؤاهم ويقولون ما في الذهن مما ليس في الحس كذب طبعا هم يعني هذه كلمه يبررون بها هذا الاتجاه الذي انحرف عن الله سبحانه وتعالى وما لا إلى الإلحاد هذه قضية أخرى لكن هنا اللطف يطلق على هذه المعاني فهو إذا يطلق على ما ليس بمحسوس وفي نفس الوقت يطلق على الأجسام الدقيقة كما قلنا هو خفي لكنه موجود لكنه موجود آه. نعم خفي موجود أين يعني كما قلنا هذه المشاعر كلها أين تضع يدك عليها لا يمكن ده ربنا سبحانه وتعالى وما أوجده وما أوجده نعم هو أوجده ولفت النظر إليه م. ونحن نلمسه في حياتنا وأيضا نفس الحواس أحيانا تعطيه أو تشير إليه بقوة ولكن الإنسان طبعا نظرا للاعتياد ونظرا لل يعني التعود اليومي ينسى هذا أو لا يتوقف أمامه هنا يعني حين بحثت عن أم تفسير اسم اللطيف في كتب العلماء على وجه التحديد وجدت ان هم بيتناولوه من زاويتين زاويه الذات الالهيه وزاويه الافعال الالهيه ايه الفرق ما بين الاثنين يا مولانا حينما يتداركك الله بانتشال مثلا من مشكله بعدما ظننت ان لا حل لها هنا لو لو يعني هذا التدارك الالهي لو نظرت اليه أو ممكن نقول هذا اللطف الإلهي. مم. لو نظرت إليه تجد يعني ممكن تنظر إليه من ناحية الماضي وتنظر إليه من ناحية الآن. من ناحية الماضي علمه تعالى سبحانه بأنها بأن فلان سيتعرض لمشكلة كذا وستحل وأنه ستتداركه رحمته في الوقت الفلاني وفي الزمن الفلاني وبعد حدوث كذا وكذا وكذا. ده القدر المكتوب اه بالضبط فدي زاويه انه هو من 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 علمه في الازل بهذا الزاويه الثانيه حين يحدث هذا مع الانسان او يعني يخرج الى الوجود الانساني ويتعامل معه ويفك كربته الى اخره باعتباره علما للذات العاليه قديما نسميه صفه ذات. لان قبل ان يوجد هذا الانسان وقبل ان يقع في المشكله وقبل ان يخلق وقبل ان يخلق الكون. وكان هذا في الصوره دي موجوده. اه, آه كمعلوم موجوده في العلم. آه. آه ولم وبعدين حين يعني ياتي وقتها يعني وقت اللطف يحدث اللطف وفق العلم وفق, وفق الاراده تماما. لا يختلف ولا يتغير يعني هذا هذه الصورة موجودة في علم الله ماذا تسميه في لطف ولا ما فيهاش لطف فيها لطف طبعا فيها يعني واجب موجود فيها أن اللطف ومقدر فيها اللطف فهذا لطف ولكنه لطف ينتمي إلى صفة ذات وليس لأنه لم يأتي لهذا المخلوق الذي يتعامل معه هذا اللطف فإذا جاء موعد المخلوق ووجد وحسد وكذا إذا هنا تعامل مع الـ يعني مع نقول موضع أو محل اللطف وجد مم. يبقى ده أسميه صفة فعل لأن ده آه يعني اشتباك العلم الإلهي مع يعني مع فعل العبد آه. عشان كده أسميه صفة من صفة أفعال الله مش من أفعال العبد آه. من أفعال الله في العبد طبعا هي المساله دقيقه هو اسم اللطيف ده كله دقائق ف هو في حد ذاته لطيف لطيف جدا طبعا هو لطيف خفي ايوه طبعا فالخفاء مع الدقه ده اولا ثانيا اللطف نفسه له تعلقين يعني تعلق ازلي وده بالشيء وكون كونه يعني ثمره علم في عندي علم فيه لطف وعندي لطف يتعلق بعبد فالعلم الأول قبل العبد ده صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى من سمات أو من, من خصائص آه ما تقدرش أسميها صفة فعل لأنها آه. لم تحدث لم تكن فعلا حدث فأسميها صفة ذات زي صفة اللي هي صفة علم راجعة آه. إلى صفة من صفات ربنا سبحانه إلى صفة, صفة العلم هنا يعني إطار العلم باللطف ده قبل ان يحدث ده في اطار صفه العلم وعلم دون اخبار وهنيجي في الخبير طبعاً في لا طبعا في لا فيش اخبار لا هو لازم الخفاء لازم طبعاً. الخفاء حين يحدث ويصير يتعلق بصفه القدره انه هو قدر ونفذ دي اسمها صفه فعل قدره صفه فعل طبعا ويعني العلم صفه ذات الوجود صفه ذات يعني لا يتعلق باحد فهذا هو أن معنى ان يكون قد يكون اللطف اللي هو الاسم الالهي راجعا الى الذات فيكون اسم ذات وقد ننظر اليه من ناحيه تعلقه بالملطوف به فيكون اسم فعل اذا حتى لما احنا يعني نجيد التصرف في موقف ما وننقذ نفسنا من مشكلة ما نقولش أنه إحنا دافع لنا إحنا لا 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 ده لطف من الله سبحانه وتعالى نعم هو إحنا أفعالنا مطلوبة من حيث الأمر بها يعني وشوف ال الأسباب من الله النتائج من الله ولكن نحن يعني علينا أن نأخذ بالأسباب لأننا أمرنا بالأسباب <applause> أمرنا بالسبب ما اعتقادنا أنه لا ينتج بالضرورة المسبب مثلا أنت أمرت بالأكل والـ والـ والشرب. آه. ولكن وأنت تأكل وتشرب تعلم أن الأكل ليس بالضرورة يثمر الشبع. م. وكذلك الري ليس بالضرورة يأتي عن طريق الماء. الذي يحدث الشبع بعد الأكل هو الله سبحانه وتعالى. م. حتى قالوا ألحت النار والاحتراق. مسائل دقيقة شوية ولكنها مهمة في في الاعتقاد. مهمة علشان نتأمل آه يعني فيها. قالوا أن النار يعني حتى احتجوا عليهم قالوا طب يعني هل تقول لي النار موجودة ولا و ولا تحرق؟ فالجواب أن الذي يُحدث الإحراق بعد ملاقاة النار للقطن مثلاً هو الله سبحانه وتعالى وليس النار. بدليل أن سيدنا إبراهيم لم يحرق. بالضبط. بدليل ثم ان هو قال يعني قالوا ان النار دي 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 جماد لا لا اراده لها لا تفكير لا اه صحيح وضع فيها هذه الخصائص ولكن حين تحرق فالله هو الذي يحرق بها وليست هي التي تحرق من تلقاء آه نفسها اه والا لو كان من طبيعتها انها تحرق كلما لاقت جسم كان سيدنا ابراهيم احرق طبعا عندنا نار هنا وعندنا جسم يحرق بها ولم يحدث الاحراق. لأنه, لانه لم يصرح لها بالاحراق. فهذا هو الربط بين يعني مسألة السببيه ومسألة ليه؟ لأن لو اعتقدت أن النار هي التي تحرق كأنك تعترف بفاعل مؤثر غير الله سبحانه وتعالى. م. احنا مأمورين بالاسباب. نحن نبتعد من النار نبتعد من النار تصنع شيء كذا شيء لكن اذا عرضتك المقادير لا تقل ان يعني هذه الاشياء ليست فاعله وليست كذا لا الفاعل لم يعني وكثير الانسان ما يعمل يعني حسابه دقيقه جدا واحتياطات دقيقه جدا ثم ونتيجة تاتي على العكس النتيجة تجي عكسيه تماما وقد لا يصنع شيئا او يعني قدرته انما تاتي النتيجه اكبر مما بذل ومما فكر ومما قدر فده دلاله على ان هناك فاعلا خفيا سبحانه وتعالى هو الذي يعني وما تسقط من ورقه الا يعلمها ورقه في شجره الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذا هو الإيمان والذي يعني يسخر منه الماديون و يعني للأسف الشديد كثير حتى من شبابنا المؤمن سواء كان مؤمن بالإسلام أو المسيحية أو حتى اليهودية يعني بدأت تتفلت منه هذه الأنظار الدقيقة وهذه الأنظار هي التي كانت تجعل يعني من المسلمين الأوائل يعني إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وبعدين إن يكن ألف يغلبوا ألفين يعني كيف يغلب الألف ألفين بالحساب مش ممكن طبعا لكن إن كان هناك صابرة يغلبون لأن مسلح بقوة أخرى خفية جدا دونها قوة السلاح الذي يبرق في السيوف وكذا وكذا مولانا يعني الحديث عن لطف ربنا سبحانه وتعالى يطول فبالتاكيد سوف نستكمله في حلقات مقبله فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار المثمر واحبائنا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه والى لقاء متجدد مع الامام الطيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.